بطاطي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا ان شاء الله مزيانين وبخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. ويمكن العاده قبل ما غادي نبدا الفيديو غادي نقول لكم ما تنساوش تخليوا لي واحد جيم وتبارطاجيو الفيديو وتخليوا واحد تعليق حسب ان شاء الله. بالنسبه للاخوات اللي كانوا شحال من مره قالوا لي بغينا الكسيوات ديال البنيات الصغار، انا شفت لكم البنيات والوليدات الصغار. صراحه هذا المحل هذا ديجا درت لكم عنده فيديو وكيجيب السلعه ديال برا تاع الخارج، والسلعه ديالو زوينه اللي راه من البنات اللي مجربينو. وانا تلاقيت واحد السيده متبعاني حتى هي راه لقيتها جات تدي ليه، المهم تحيه ليك اختي. المهم غادي نوريكم الجديد اللي جابو، كيما راكم تشوفوا السلعه راه عاد جابها. المهم راه كاين السلعه اللي مازال ما تحلش، وغدا ان شاء الله عاد غادي تدخلوا سلعه جديده ان شاء الله. مهم. بالنسبه للعنوان البنات كما راكم تشوفوا هذاك الباب ديال سوق مليليه، كندخلوا مع هاد الدرب هنايا اللي كيجينا على يدنا اليسر، كنزيدوا نيشان كنلقاو واحد مول السوايع، ها هو الاول. غادي نزيدوا كنلقاو هذا اللي كيبيع الباليزات مول السبردينات، غادي ندورو في الدرب الاول كنلقاو هذا الاول، ها هما كنلقاو المانكات بعدا هنايا ديال الوليدات الصغار، الكسوة ديال الوليدات، ها هو المحل، المحل رقم 5. غادي نوريكم البياسات، غادي ندي لكم هاد التوني هذا، الصراحه يا البنات واعر واعر واعر. بالنسبه لهذاك حتى هو ديال برا، شوفوا التوب ديالو كداير لداخل مقطن. هذا تلبسيه البنيه ديالك يعني غير تي شورت لتحت، وهذا بيه بالسروال ديالو، ثم السروال ديالو جاي بار تليفون. شوفوا فيه هنايا هاد الصدافي سيمو خويا، فيهم ليطال فيهم واه من 4 سنين ل14، 4 سنين ل14 العام، واللوينات ويمكن كيما قلت لكم داك البلو، وكاين هاد الغوز، وكاين هاكا النوار فيه الغوز، وكاين هذا. ثم هادو هما اللوينات اللي راهم فيه. كاين هاد لي زونسومبل عاوتاني كبيهم بالسروال، ها هما فيهم هكا الماغو وفيهم الكحل. بالنسبه للسراول كاين كما تشوفوا الثمن ديالهم 300 درهم، وهادو ما قلنا لكمش الثمن، هادو 220 هادو بالجيبات، تا هما فيهم البينات لي طاي. شحال هادو لي بلاجو؟ هادو 250 درهم. البينات زوينين البنات. كاين عاوتاني هاكا الباس بحال هذا، راني ديت البنية ديالي، وكاين هاكا اللي جايين سام. بالنسبة لهذا الثمن ديالو 200 درهم. شوفوا الغوز عاوتاني تاع هذا فيه، شوفوا الغوز ديال المراقعة رائع صراحة. ولي طاي شحال لاش؟ هادو من 4 سنين ل14، من 4 سنين ل14 العام. حتى هاد اللي فيهم لي كاو واه كامل. كاين هاد الكوريرات هادو، هادو من 4 سنين حتى ل18 العام. شوفوا الكاليتي ديالهم. هادو الثمن الكاليتي ناقصة 20 على حساب قدرة الشرائية. فيهم البينات، ها هما البينات. البنيه اللي لقيتها عندك لابسه بحال هادي داتها عليك، صراحه جايها تبارك الله عليها خطيره. كاين هاد التريكويا حتى هما فيهم اللوينات، والله جا فيهم الله. شحال هادو؟ هادوك 120 درهم 120 درهم وهادو اللي فيهم هاد النونوس 120 درهم حتى هما 120 درهم كاين هادو عاود هانتوما فيهم هاد الترشيفه هنايا لتحت جايين الاستيك، فيهم هاد اللون، هادو بهم بالسروال. بشحال دايرين هادو؟ هذيك دير 250 250
لاج من 4 سنين ل 14 العام. كاين عاود هاد الفريره، شوفوا جايه بسلسله، هادو كاين فيهم بقات غير هادي ياك، شحال راك داير لها من باقي غير هي 180 درهم بها بالقلمونه. تمام، وراه جاب واحد الموديل صراحه اللي هبلني انايا، وغادي نوريه لكم، وفيه بزاف ديال اللوينات. شوفوا كاين فيها هاد الموديل باش يعجبني. شوفوا هنا جايه فيها الكوير، وهنا عاوتاني هذاك الفورير، وشوفوا الداخل، الداخل عاوتاني جايه مبطنه. الثمن ديالهم هادو راه داير لهم 500 درهم، وراه فيهم لا طاي. شوفوا هاد اللون عاود صراحه شحال واحده من الداخل. وكاين عاوتاني نواف، كاين عاود هاك جايه كيما قلت لكم الكحل في الكحل، وحتى هي نفس الشيء جايه مبطنه من الداخل. اللبسه ديالهم كتجي خطيره. وبالنسبه للجواكت ديال الولاد راهم دخلوا عاوتاني جداد، كاين بحال هكا هادو كحله بالبيض، وكاين كحله بالكحل، حتى هما زوينين. نتوما هذه جايه فيها السلسله سامبل وبلاط، سلسله كروازي. الثمن ديالهم 205 بجوج، هادو 205. هيا هادي عاوتاني كاين هاد الموديل. نتوما بالنسبه لهادي حتى هي 250، حتى هادي دايره 250. الريشي الثقيله القبيله. وبالنسبه للتونيات ديال الدراري راهم موجودين عنده، كاين هاد الموديل وكاينين الغلاض، راهم غادي يدخلوا غدا ان شاء الله. المهم كاين هكا، كاين هادو جايين في الكحل، كاين هاد الموديل هذا. طول عليك اخباركم ولا الحانوت. وكاين هاد الموديل، يلا زيدي شوفي اسمعي. عطيني ديك الماور، فيهم هاد البوندا هنايا، وفيهم البوندا في اليدين، والبوندا هنايا في الكرش. في هكا البلو، وها في هكا الكحل. شاط لك غاشي فيه، راه ام راه مشي. عطينا الطبعه. بالنسبه لهادو الثمن ديالهم هاد التونيات شحال دايرين؟ هادو كاين 180 170. شحال هاد الزرق شحال؟ 180 180. هاد النوار هو تا هو 180، هذا 180. هادو هادو اللي هنا هادو كاع كانوا 220 ولا 180 ياك. تا هذا 180 كاين. هاد السراول هادو تجينا مع دخلوا عنده، الثمن ديالهم 120 درهم، وراه فيهم حتى الصغار. كاين هادي طروافيات 250، وفيها هاد الدودانا، وين فيها السروال، وفيها هاكا التريكو. عطينا الربعة في هذا الموسم. فيها اللوانات ولا طايش؟ 6 4 14. الموديل داير 150 درهم، جيدة. وفيها حتى هي كاين هذا الموديل، المهم حتى هذا جاي 3 بياس، في هذا لافيس معها هاد التريكو، ومعها السروال جين في الكحل، حتى هي راه فيها لي طاي. بالنسبة لهذه الثمن ديالها 300 درهم. بالنسبة لهذو الأسئلة ديالهم كاين 170 180. هادو التوب ديالهم مالك مهم. خوتي خواتاتي، وصلنا للتالي ديال الفيديو كما شفتوا، صراحة حويجات زوينين، و كما نقولوا ديال برا، لا هما لا هاد شفتوا انا هاد الجواكت هادو كبلوني، وراهم كما نقولوا الحاجة هي اللي كتهضر على راسها. بالنسبة للمحل كما قلت لكم راه جاي في سوق مليلية، بالنسبة للبنات اللي ماشي من وجدة جاي في سوق مليلية، العنوان راه باين، انا وريته لكم في الاول ديال الفيديو. المحل هو هذا بوتيك سيمو ميلانو، النمرة ديال المحل 15، ها هي انستغرام ديالو، تيك توك ديالو، النمرة ديال الواتساب. بالنسبة للبنات اللي ما يعرفوش بالضبط يعني البلاصة فين، ومرحبا بكم، وألف مرحبا، تهلاو في راسكم، باي باي.